السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برامجكم عشاق السيارات. في سؤال مهم جدا وبتسال كتير. السؤال ده بيقول: هل من الممكن ان يكون في عندي مشكله في العربيه او عطل ما، وفي نفس الوقت ما يكونش في لمبه اعطال منوره معايا؟ ولو دخلت جهاز كشفت بجهاز كشف اعطال الاقي مفيش اعطال، هل ده وارد؟ يعني هل وارد ان تبقى العربيه فيها مشكله وفي نفس الوقت الجهاز بتاع الكمبيوتر كشف الاعطال يقول ان مفيش فيها اعطال؟ وارد. انا عارف ان ده اجابه يمكن مش متوقعينها، بس ده ممكن فعلا. ازاي؟ ركز معايا. امتى لمبه الاعطال بتنور وامتى بتسجل معانا عطل؟ امتى الكمبيوتر بتاع العربيه بيسجل عطل؟ بيسجل عطل لما حساس من الحساسات يديله قرايه يقول له انا عندي مشكله. المفروض ان الكمبيوتر بيبقى عليه قيم معينه لقرايات الحساسات، حساس الشكمان، حساس الكامه، حساس الكرنك، حساسات كتير في العربيه، الارماس، الماب، ايا كان. الفكره هنا لو القيم دي اختلت عن قيمه معينه، يعني المفروض مثلا سي ان مثلا القرايه السليمه بتاعت حساس الشكمان مثلا يعني من 0 ل 10. طيب لو فرضنا ان هي 9، لو فرضنا ان هي 1، فانت الدنيا معاك تمام، مفيش مشكله، مش هينور اصلا، ممكن تكون العربيه بتكون بنزين بس هو مش هينور. طب تعالى بقى حضرتك لو القرايه دي طلعت مثلا سالب 1 او طلعت 11، في الحاله دي يبدا ينور. يبقى اذا طالما في القيمه بتاعته هيبقى الدنيا كويسه. طيب الحاجه الثانيه بقى هنا ان هو ممكن يكون ان المكان اللي حصل فيه العطل مفيش عليه اصلا حساس، فاذا مش هيقرا حاجه. الكمبيوتر بتاع العربيه ده عباره عن جهاز اعمى بلايند، ما بيعرفش يشوف، بيشوف عن طريق ايه؟ الحساسات. طيب لو فرضنا المكان ده مفيش فيه حساس مش هيشوف حاجه اصلا خالص. يعني هيبقى لو فرضنا مثلا ان انت عندك مساعده كسر، اغلب العربيات مش هتسجل حاجه لان مفيش حساس في المكان ده. مثلا هنا لو فرضنا ان لا قدر الله الشورت بلوك ده اتشرخ مثلا، خلاص اتشرخ اتقطم، حتى مفيش حساس هيقول لك كده، فهتلاقي العربيه برده مش هتشتغل معاك لمبه اعطال وهتخش تكشف هتقول لك سليمه. لو فرضنا مثلا ان في بيستم من دول بنز من البنوز اللي مثبتاه في البيالات في مشكله مبوش مثلا، يعني هتسمع صوت وهتسمع خربطه وهيبقى في عندك كده، انما هتدخل تكشف بجهاز كشف الاعطال مش هتلاقي اي مشكله. طيب برده تاني خليك معايا، عطل من الاعطال الشهيره يعني ان العربيه مثلا ما بتظبطش زوايا معاك، وهنا عندك مثلا سلاح من اسلحه الشاسيه دي في شرخ هنا مثلا، الركبه دي فيها شرخ، خلاص هل ده هينور لمبه اعطال معايا؟ لا. في الاغلب كمان نظام التعليق او العفشه زي ما بنسميها في مصر غالبا ما بتسجلش اعطال، يعني الا اذا بقى كان فيها اي بي اس، والاي بي اس مثلا حساس من حساسات الاي بي اس فصل او قرا مشكله. المقصد او الاجابه النهارده او الهدف من الحلقه ان انت ممكن يكون عندك مشكله ولمبه الاعطال ما تنورش، وممكن يكون عندك مشكله وتروح تكشف بالجهاز وبرده يقول لك ان انت ما فيش عندك مشكله وما تبقاش مسجله اعطال. القصه هنا بقى بترجع لخبره العامل او الفني اللي هيشتغل في العربيه او المهندس اللي هيشتغل في العربيه. هو هيعرف المشكله فين وهيعالجها لك من غير ما يكون في لمبه اعطال ومن غير ما يكون في كمبيوتر. لذلك بقى هنا بيبان قوي نقطه العامل الفني او الخبره المتراكمه، الخبره التراكميه دي مهمه جدا قوي في المهنه بتاعتنا بتاعت العربيات دي، الخبره التراكميه، افتكروا الكلام ده. فلذلك مش كل الحلول بتكون في الكمبيوتر، مش كل الحلول بتكون في جهاز كشف الاعطال، ودايما دايما زي ما قلت لك ان ممكن كمان، ودي حالات قليله قوي، ممكن كمان يكون المكان فيه حساس والحساس بيدي قرايات غلط والعربيه متبهدله ومتلخبطه ومش برده مش هنور لمبه الاعطال لانه ما زال في المدى بتاع القيمه الصحيحه بتاعه القرايات بتاعته، فلذلك هو مش هيسجل برده اعطال وهو في مشكله وهو بايظ محتاج يتغير. برضه الحل بيكون ايه؟ الحل بيكون هنا راجع للخبره التراكميه للفني اللي بيشتغل في العربيه. ده كان هدفي من الحلقه السريعه دي. خلي بالك ان ممكن يكون عندك مشكله والجهاز ما ينورش عليها، انت بتحس بعربيتك اولا، تاني حاجه بتروح لفني محترم وعنده خبره كافيه يبدا ان هو يحل لك المشكله من غير ما يعتمد حتى على جهاز كشف الاعطال. الناس الكبيره في السن اللي علمتنا كانت يمكن ما كانش عندهم اجهزه كشف اعطال العربيات زمان، يمكن ما كانش فيها حساسات ولا كمبيوتر كمان، وكانوا بيعالجوها وبيعرفوا العيب فين برضو تاني عن طريق الخبره التراكميه. لو انت بقى عايز تتعلم بقى الخبره التراكميه دي حاول تتفرج على القناه، اشترك في القناه لان احنا عندنا اكتر من 1000 فيديو في كل ما يخص مجال السيارات، هتتعلم ميكانيكا وهتتعلم صيانه وهتتعلم ازاي تعرف الاعطال وازاي تعالجها، فحاول تشترك في القناه وحاول كمان انت تدوس اعجاب على الفيديو ده عشان ناس كتير تشوفه، وساعدنا بالنشر عشان المعلومه دي توصل لكل الناس. اشوفكم باذن الله على خير في تريكات جايه كتير وحلقات جايه اكتر. سلام عليكم.